أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. برحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمود محمد عبد الستار. أهلا وسهلا. أرحب بك أستاذ أهلا محمود، بحضرتك. عضو مجلس أمناء مدرسة إيتاي البارود. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كنا عايزين نعرف إيه مشكلة مدرسة الشفيعي في مشكلة إيتاي البارود. مدرسة الشفيعي هي بدأت من 10 سنين. المدرسة دي مبنية على النظام الألماني. من 10 سنين مبنية على النظام الألماني. المفروض الفصل بيبقى فيه ترابيزة زي دي كده، في 4 تلاميذ على اليمين و4 تلاميذ على الشمال وتلميذ في النص والمدرس والسبورة إلكترونية. مساحة الفصل 3.75 متر. يعني كده انت عايز الفصل يبقى فيه 10 مثلا؟ المفروض هو 9. المفروض 9. مساحة الفصل كام؟ 3.75 متر في 2.75 متر، يعني حوالي 12 متر مربع. تمام. المفروض ان هو يكون فيه 9 تلاميذ. النهارده في استيعاب الفصل 25 ل 35، وفي فصول فيها 53 طالب. يعني هو الفصل من تسعة طلبة؟ بيوصل ل 53. مظبوط. هي بدأت، هو العادي دلوقتي يعني في جميع المدارس. بس هي طبعا حضرتك لما تشوف التقرير هتلاقي الوضع مختلف خالص. في تغيير معانا يا جماعة في إيتاي البارود؟ ماشي. تمام. فطبعا لما بدأت المدرسة يبنوها على النظام ده، أول سنة اتفتحت فيها المدرسة لقوا إن كثافة الطلبة أكتر من استيعاب المدرسة. كويس. فبدل ما يحطوا الترابيزه ديت حطوا تخت. بدات كل سنه المشكله تزيد 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 لغايه السنه اللي فاتت مفيش فصول خالص في المدرسه. بداوا يشيلوا معمل المدرسه ويعملوا فصل. المكاتب الاداريه بداوا يشيلوها ويعملوها فصل. تمام. كويس. السنه دي تقرير إيتاي البارود. اتفضل. بالظبط زي ما حضرتك شايف كده في التقرير. دي مكتبه المدرسه، متر ونص في 2 متر. دي مدرسة ألماني. ألماني ده. نظام ألماني. ده متر ونص في 2 متر المكتبة دي. تمام. مساحتها يا دوبك واخدة الدولاب اللي موجود فيها والترابيزة. كويس. فيها برضو الفصول، طبعا الفصول 12 متر مربع. تمام. عندنا مساحة المفروض حرم المدرسة ده مساحته 15 جرات. ال 15 جرات مبني المبنى على 3 جرات، فيه 12 جرات فاضيين يمكن بناء مدرسة فيهم. كويس. طبعا لما حصلت الكثافه ديت وحصل مشاكل في عدد الطلبه، المدرسه دي بتخدم 4 قرى. الاربع قرى دولت يعني معايا تقرير او معايا هنا اهوت، ده اسماء طلبه اللي موجودين في مدارس ثانيه، المفروض ان هم تابعين جغرافيا للمدرسه دي، موجودين في مدرسه ثانيه اكتر من العدد اللي موجود في المدرسه. يعني هم في مدرسة تاني؟ والعدد اللي موجود في المدرسة التانية أكتر من اللي موجود في المدرسة عندنا. طبعًا المدرسة التانية ما عادش بتقبل من حد من عندنا. طب اشرح لنا الفيديو كده. ده طبعًا لحضرتك فصل. ده 3 متر 75 سنتي في 2 متر 75. الطلبة قاعدين زي ما حضرتك شايف كده. ده الفيديو ده إعداد حضرتك طبعًا. ده تصويرنا إحنا. أنا في مجلس أمناء المدرسة، فطبعًا الوضع ده الوضع الموجود. يعني قصدي الفيديو ده على مسؤولية حضرتك. على مسؤوليتي. ده الوضع طبيعي، مش ده أمر طبيعي قدام حضرتك باين. تمام. ده الفصل إحنا عملناه بره لأن مفيش مكان يستوعب أو مفيش فصول فاضي. عملنا الفصل ده في الطرق. طب مفيش تفاعل؟ احنا اول ما توجهنا من 5 سنين مظبوط. احنا الاهالي توجههم اول حاجه لدراسه التربيه والتعليم في إيتاي البارود، وبعد كده توجهنا لهيئه الابنيه في مديريه التربيه والتعليم في دمنهور. طبعا ما حدش بيسال فينا، بعتوا لجنه وبعد كده من سنه ومفيش فايده. فطبعا توجهنا لمجلس الشعب عن طريق السيد النائب اشرف رحيم لهيئه الابنيه، وردوا علينا ان هم يعملوا دراسه احتياج للمدرسه. الكلام ده من سنه ولغايه النهارده مفيش حد سال فينا خالص. والسنه الجايه كمان الزياده يعني الكثافه هتزيد اكتر والمشكله هتزيد، لان ده فصل واحد هنا اللي احنا حضرتك شفته ده طبعا. هو الفصل الاساسي كده كان 9. المفروض 9 النهارده. في فصول يعني فيها 55. هو دلوقتي بقى 53. حضرتك بص، في فصول فيها 53، فصل فيه 53. الفصل ده السنه دي هيبقوا فصلين. الفصلين هيبقى في واحد فصل والتاني في الطرقه زي الفصل اللي موجود ده. طبعا اتوجهنا لهيئه الابنيه، طبعا ما فيش حد سال فينا. رحنا للاداره التعليميه، اخر حاجه التقرير اللي هو جاي من هيئه الابنيه. طب ارفع الورقه كده. عن طريق السيد النائب اشرف رحيم. كويس. اللي هو يعني السيد النائب ليه دور كبير معاك. السيد النائب هو تعب معانا كتير بصراحه ربنا، اكتر من مره احنا رحنا له اكتر من مره. إيه بعد بس التعب الانجاز بقى عند هيئه الابنيه. السيد النائب بعد التعب ده ايه؟ مفيش. النهارده هيئه الابنيه ما حدش رد علينا خالص. تمام. وعملنا دراسه احتياج احنا ووديناها لهيئه الابنيه في دمنهور بنفسنا.
تمام. فنساله يقولوا ان هي اندرجت في الخطه والكلام ده من 5 سنين اندرجت في الخطه. طيب احنا عندنا مساحه اكتر من مساحه المدرسه المبنيه 4 مرات، يعني 12 جرات يمكن بناء فيهم مدرسه. وفي مشكله كمان ثانيه ان الطالب يخلص ابتدائي وينقل في مدرسه اعدادي يمشي 4 كيلو عشان يوصل مدرسه الاعدادي، والطلبه اللي هم المدرسه ما بتقدرش تقبلهم في المدرسه لان ما فيش اماكن، والمفروض ان هم جغرافيا تابع للمدرسه يروحوا مدرسه ثانيه. السنه دي انا بنقدم لابني في مدرسه ثانيه ما رضوش يقبلوه لان ما عندهم كثافه عاليه برضه. طب في مداخله معانا؟ اتفضل. الو، الو، السلام عليكم. نور كده، تتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. معك ناجي محمد طوير من عزبر التعليق بجوار مدرسه الشفيع. اهلا وسهلا بيك، تفضل. اهلا بحضرتك. ايه رايك في التقرير؟ حضرتك انا سمعت التقرير وسمعت كلام الاستاذ محمود. تمام. وكل ده حقائق فعلا قالها الاستاذ محمود، ولكن انا بنضيف عليها بالنسبه للكثافه السكانيه، الكثافه العدديه بالنسبه للتلاميذ دي بتسبب لنا مشاكل كتير جدا لكل الاباء، عشان خاطر الازدحام داخل الفصول بيسبب طبعا انتشار اوبئه وامراض ما بين التلاميذ عن طريق مساله التنفس والتلامس، لان مساحه الفصول حاجه صغيره جدا. زائد طبعا هي لا تعتبر مدرسه بكل امانه لضيق مساحتها، يعني المساحه كبيره جدا جدا ولكن المبنى صغير جدا، مساحه الفصول حاجه صغيره. استاذ محمود بيقول انها 12 متر، اي نعم في فصول 12 متر وفي فصول لا تتعدى 6 متر، يعني 2 في 3. تمام. زاد كتير موجوده في كل مدرسه، ولكن احنا بنزداد في المشاكل بالنسبه لعدد التلاميذ، زائد الطرق المؤديه للمدارس، زائد المدرسه لا تتميز باي صفه من صفات الامن الصناعي. ليه طيب؟ اللي هي المفروض تتحلى باي مدرسه، لان دي تلاميذ صغيرين مش طلبه كبار. تمام. وعلى فكره حضرتك انا عضو من في مجلس الاباء في المدرسه، وبروح وبشوف بنفسي ومراعي شعور كل اب وكل ام لخوفهم على ابنائهم. طب دور مجلس الاباء في المدرسه دي ايه طيب؟ احنا بنحاول نقدم كل المساعدات الممكنه او المتاحه بالنسبه لنا احنا، لان يعني مثلا حضرتك مجلس الامناء ده مثلا ما حاولتوش تقابلوا السيد المحافظ مثلا للموضوع المشكله دي؟ احنا فوضنا حضرتك الاستاذ محمود عبد الستار اللي هو موجود مع حضرتك، هو ده المسؤول عن حاجه زي دي بشكل ودي عموما. يعني انت قابلت السيد المحافظ؟ لا احنا اتجهنا للسيد المحافظ. ولا المكتب اتقفل؟ لا احنا رحنا، بس بيروحوا تمام بيتكلم، اقول لك كويس وان شاء الله هنشوف الموضوع ما حدش يرد علينا تاني. اشرف رحيم تمام، وبصراحه راجل مش مقصر في اي جهد. الاستاذ اشرف رحيم النائب جايب لك ورقه اهو، الراجل عليه تاشيرات. هو الاستاذ اشرف بيعمل اللي عليه، ولكن عند التنفيذ هو ملوش دعوه، يعني الهيئه الامنيه ما بتنفذش وما بتسمعش، هي بتريح في الكلام ده حقيقي انا بنقولها. تمام ماشي. يعني احنا لو كنا قديما، لو رجعنا قديما شويه، كان في الاستاذ محمد عبد الستار اللي هو استاذنا ومعلمنا كلنا، اولا الله يرحمه هو اللي معلمنا جميعا، وكان هو السبب الرئيسي في تواجد المدرسه دي في المكان ده. المدرسه اللي حضرتك بتخدم اكثر من بلد، اكثر من عزبه، لانها تعتبر موقع جغرافي بالنسبه لخمس ست عزب حواليها. بتخدم يعني التعداد بتاعها كام مثلا المدرسه دي يا استاذ؟ تقريبا بتلم في حدود 6000 او 7000 نسمه حواليها. يعني 7000 نسمه ممكن تلم لها في حدود 1200 طفل. تمام. دي مدرسه ابتدائي، بتبدا من اولى ابتدائي لغايه سنه سته، فبتلاقوا يعني ساعتها الساعه الاستيعابيه ليها تقريبا من 1200 ل 1500. طب في تكاتف ثاني من بعض الساده النواب عندكم مثلا غير النائب؟ في احنا بنحاول على قد ما بنقدر كمجلس اباء، ومعانا الاستاذ محمود بيساهم معانا، ولكن للاسف عضو اعضاء مجلس الشعب بتعمل اللي عليها وبتاخد مذكرات مننا وشكاوى وبتوصلها وكل حاجه، ولكن ما بيجيناش رد عليه. بس يعني قصدي اللي بتعمله انت وحضرتك والاستاذ محمود يعني ممكن النائب يعمله في تليفون برضه؟ هو ما بنقولش ان هو بيقصر معانا، ما بيقصرش. تمام. وبيتكلم وبياخد منا مذكرات وبيوصلها وكل حاجه، ولكن ما لقيناش رد عليه. انا ما بذمش في عضو مجلس الشعب. لا احنا ما بنذمش فيه، بس انا بقول لك يعني اللي حضرتك بتعمله والاستاذ محمود النائب يعمله بتليفون.
برضه ما قلناش لا، فعلا بيعمل كده، بيعملوا كده هم معانا الاستاذ عمرو حمروش والدكتور عمرو حمروش والاستاذ اشرف رحيم. بس ان شاء الله موضوع المدرسه ده يتحل قريب، لان احنا في العقد الخامس في مجلس النواب يعني. شكرا يا استاذ ناجي، شكرا. اتفضل يا استاذ محمود. طبعا زي ما حضرتك قال الاستاذ ناجي عن يعني موضوع اللي هو العدوى، حصلت اكتر من حاله عدوى زي ما حضرتك شفت في التقرير كده، فصل يعني في الشتاء. في كمان لو حضرتك جبت التقرير تاني هتلاقي هو شايل الباب بتاع الفصل. تمام. ليه شايل الباب بتاع الفصل؟ لان الباب لو اتفتح بيشيل نص السبورة، بيلغي نص السبورة. فالمدرس ما بيعرفش يشرح. فالمشاكل الموجوده عندنا المفروض رقم واحد عندنا طبعا كثافه الفصول وعجز المدرسين، ودي حاجه مهمه جدا يعني. في تقرير تاني معانا على الهواء كده. بالظبط. كثافه طبعا العجز في المدرسين، احنا عندنا عجز 50%. ده المكتبه دي؟ دي مكتبه المدرسه، متر ونص في 2 متر بالظبط، هو يا دوبك واخد. تمام يا باشا. واخد الوضع كده. عجز في المدرسين عندنا 50%، المفروض المدرسه بناء على وزاره التربيه والتعليم 6.1 للفصل مدرس و6.1 للفصل، موجود عندنا 8 المفروض 16 مدرس. تمام. عندنا عجز 8 مدرسين. كويس. طبعا وقلنا حالات العدوى وكثافة التلاميذ. فاحنا بنناشد السيد المحافظ البحيرة اللواء هشام أمنة، وهو يعني مشهور عنه سرعة تلبية شكاوي المواطنين، وبينجز في الحلول كتيرة وله إنجازات كتيرة في عهده في محافظة البحيرة، إن هم يبنوا مدرسة في المكان المخصص أو المكان الفاضي في المدرسة، وتكون مدرسة ابتدائي وإعدادي تخدم الطلبة. والله مشاكل المدارس دلوقتي في كل المحافظات. مظبوط. بس احنا عندنا يعني توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الاولويه للتعليم. طبعا احنا عندنا مكان موجود، وعندنا في عجز في المدرسه وعجز في كل حاجه، وعندنا مكان موجود. فيعني ما ينفعش ان انا ممكن تحاولوا كده تعملوه بالجهود الذاتيه. ما ينفعش. لا حضرتك احنا في منطقه ارياف يعني، احنا يعني النهارده كده. المواطنين بيعانوا من يعني هنقول لحضرتك على حاجه، الطالب عشان يروح مدرسه ثانيه 3 كيلو عايز يركب مواصلات، ولي الامر ما فيش استطاعه ان هو يصرف على المواصلات ويصرف على الدروس الخصوصيه. تمام. ومصاريف المدرسه، فدي فوق طاقه المواطنين يعني. فيعني الناشد السيد رئيس هيئه الابنيه التعليميه بسرعه بناء مدرسه لعزبه الشفيعي ويوفر المتاعب على الطلبه. طيب ما تكتبوا طلب للنائب والنائب يجيب التأشيرة. حضرتك كتبنا يعني طلب اهو، ما هو حضرتك ده طلب خلاص للنائب كده. ده كتبنا طلب للنائب، وحاولنا بقى جالنا 5 سنين دلوقتي واحنا بنمشوا وبنجروا ورا المشكله دي، بس المشكله دي خلاص السنه دي. اعزائي المشاهدين انتظرونا يوم الاثنين القادم ان شاء الله. السلام عليكم.